في احداث صاروا باول السنه بتحس انه صاروا من 3 سنين، قد ما قطع احداث دسمه ومهمه من بعدهم طبعا. بس اخترنا كم حدث اجوا على راسنا الخالي صراحه من الهموم. بالمرتبه 10 كان في سؤال بريء من الصحافي جوزيف فاضل، شو جاب جبران باسيل لبشير الجميل؟ جبران شو بيكتب لي جيبي؟ شو جابك لبيجين؟ شو جابك لبشير الجميل؟ شو بتهزل يا زلمه؟ وين الصرم من الصوره؟ هيدا مستوى مش انا ما بي لحظه لا ما بدنا اياك، ما بدنا اياك تغادري. بالمرتبه 9 حل فويس سكرتيره وزير الطاقه، كيف عم بتأني بالمدراء والموظفين اللي ما بيخاطبوا الوزير بصفة دكتور؟ يا حيوانات يا بجع، لما بدكم تنقبروا تبعتوا رسالة لتاج رأسكم معالي الوزير وبتحطوا دكتور مش وليد فياض حاف. أنا قلت ما فيش كلبة ترد علي برا. أما المرتبة الثامنة فاحتلتها حكمة رئيس الحكومة عن تشبيه احتفال الاستقلال بالمرة المطلقة اللي احتفلت بعيد زواجها. شخص قال احتفالكم بالاستقلال مثل المرأة المطلقة عم تحتفل بعيد زواجها. بالمرتبة السابعة وزير الطاقة فجر طاقاته بالطرب. إذن رح نسمع بعد قليل ليه؟ شو عم تغني؟ طيب ماشي بس عم بيغني الوزير. أنا بغنى مزبوط ونسيت بيا سجانة بقوة وقال لها غنى من أنا وصغير بغنى. وبالمرتبة السادسة وزير الاقتصاد استشهد بقصة الضفدع. ضفدعتين موجودين بقلب بير عم يتخانقوا بدهم يطلعوا منه. هالضفدعتين عم خبطوا ببعضهم مين بده يطلع من هالبير. خلصت حلقة ملاليوم. أما المرتبة الخامسة فبتروح للحل السحري لأزمة المحروقات من المديرة العامة لمنشآت النفط. علمتنا الأحداث إنه اللبناني أول شيء بلاقيها كبيرة بعدين بتلاقيه بيتعود عليها. المرتبة الرابعة تحذير من وزير الشؤون الاجتماعية من الاحفاضات لمكافحة أزمة الغلاء. لليوم الشعب الصيني ما بيستعمل احفاضات. شو البديل؟ بيستعملوا اللي كنا نستعمله نحن بالماضي، فوط وتتغسل وتتنظف. المرتبة الثالثة من نصيب وزير العمل يلي استعان بعصفور بدل صديق لحل مشكلة الحرائق. لكن في عصفور صغير اسمه عصفور تاسو، هذا العصفور بيقول أنا أريد أن أحدث فارقاً على قد حجمي. قول لحالك يا كوربون وار اي بلون. المرتبة الثانية ما بيعلى على دموع راؤول غونزاليس، هو وتركنا نواجه الاقتصاد المهري لحالنا. نحن أما المرتبة الأولى فكانت لفخامته اللي سرب فيديو اتهم فيه الرئيس المكلف بالكذب وكسر السوشيال ميديا والجمهورية. وضع التأليف كيف صار؟ نقول عطاني هو بكثير عم تصل بكذب ولا زي ما أنا لا أعرف فاتحي ولا 5000 جنيه ولا 1000 جنيه.